اوكي الحين فتحت ميوت. فهاي الشيء لازم تنتبهون له. في شيء ثاني بعد، شيء انا لابسه اليوم. شنو؟ لا في حد قال الساعه، من قال؟ صح، اللون الذهبي. هاي اللون الذهبي احذروا منه كل الحذر، لانه يشتت انتباه الناس. انا عمدا لابسه اليوم، لو ما شفتوا وسمعتوا ما راح تعرفون، ما راح تحسون بقيمة الشيء. كم واحد فيكم توتر أو انتبه أو قاعد يركز في الأشياء الذهبية؟ يرفع يده. لاحظوا العدد. تدرون شنو يعني؟ يعني جزء كبير من الناس اللي قاعدين أنتوا تبون توصلون لهم معلومة مشتتين. تفضلي. أي. الداخلية شكلها عادي يعني، لكن لما تحول على المصرف المركزي صار مثل الساعة وزرار وكيوتي فلوس مصرف أي لون ذهبي سواء كرجل أو كبنت ابعدوا عن اللون الذهبي. حتى في الشاشة في التلفزيون يحذرون احنا كمذيعين أن نطلع باللون الذهبي، لازم ما نطلع باللون الذهبي لأنه يشتت انتباه المشاهدين. طيب ليش ما استخدمه ايجابي؟ انا بشتت انتباههم علشان انا اقلل. حلوه الفكره. زين، في كتاب اسمه فن الالقاء الرائع. انا يعجبني الدكتور طارق سويدان في الامور اللي يجيبها والابحاث اللي يعملها، لانه ما يجيب شيء الا حاط له مراجع ومستخدم كل الكتب في كل شغله، جايب افضل الكتب في هالمجال ولخصها. فمثلا راح نتكلم ان شاء الله بعد شوي عن طريقة جمع المادة حق الدورة. مثلا راح نتكلم عن لما تكلم عن المراجع للقصص والاستشهادات والفكاهة للخطباء، كم كتاب بحث عشان يكتب لها الكم صفحة؟ 1 2 3 4 5 صفحة، 5 كتب، كتب متخصصة الفكاهة بين المدرب وبين المتدربين، وجمعها كلها ولخصها في الكتاب عنده. فأيضا من شوي زميلنا ذكر عن حرف اليو، هذا حرف اليو. الكتاب على فكرة متوفر عند الأخوان هني اللي قاعدين يبيعون. هاي حاط شكل الصف، شكل الكلاس، وتوزيع النظارات الحضور، وأيضا طريقة الجلسات، حاطين فيه أشياء كثيرة في الكتاب. طريقة ثانية حق الحضور. الكتاب غني، فيه معلومات حلوة، فأنصح الكل أن يغتنونه. وفي أيضا أنا هاي شريتها، عفوا، فن الإلقاء الرائع للدكتور طارق سلطان، موجود هناك. أنا ما قريت كل الكتب العربي صراحة، اللي أقرأهم كلها كتب إنجليزية، فأسف ما أقدر أجاوبك، لأن الدكتور طارق يعتمد على دراسات أجنبية، وهاي أيضا سلسلة له DVD أو CD، ما أدري صوتي ولا صورة ما شفتها لحد الآن. أيضا فن الإلقاء الرائع نفس الشيء بس مادة صوتية، هاي للدكتور أيضا طارق سويدان. اللي يحب اسمعوا للدكتور طارق سويدان، اسمعوا للسيرة النبوية، شوفوا أداءه كيف في تلقينه للناس وإيصال المعلومة اللي عنده للناس. في وايد ناس يعني يجادلوني، لا بس الدكتور طارق كذا، أنا ما علي من الأشياء هذه، أنا بيك تأخذ الشيء المفيد من الشيء اللي قدامك. أنا لما أتكلم عن شخص مؤثر، ما حد ينكر عنده تأثير على الناس، هو أول من طلع في الوطن العربي وصار له تأثير، أنا أشوف طريقة إلقائه جدا مؤثرة وكثير من الناس تأثروا من كلامه. نكمل، تكلمنا عن أول دقيقتين وآخر دقيقتين. أول 7 ثواني وآخر 7 ثواني بعطيكم شغلة نبي كلنا نشارك فيها، بيكون تمرين جماعي. التمرين هاي هو بيكون فرصتكم نوعا ما الوحيدة في هالدورة، أنه بعد هالتمرين تشاركون وتطلعون وتتحدثون. في حد سمع
عن الإليفيتر بيتش أو حديث المصعد يرفع يده. 1 2 3 أشخاص. طيب شنو الإليفيتر بيتش؟ لا حديث في شخصية وايد تتمنون تقابلونها في حياتكم، موجودة معاصرة الحين، لو قابلتوه بيحقق لكم كل أحلامكم. غير الخيالية، غير الشخصيات الخيالية، شخصية حقيقية. من الشيخ تميم. لو الحين كان معاك الشيخ تميم، الحين عندك دشيت انت اللفت ودش معاك سمو الأمير وضغط رقم 11 وانت معاه، طبعا ما بتضغط الرقم اللي تحت عشان تمو عليه اخر شيء وتنزل، وتحقق الحلم وقابلته، ايش بتقول له؟ سلم عليه بس. سلم عليه؟ يعني كل حلمك عشان تسلم عليه بس؟ طرش له ايميل، تعرف عن نفسك. حلو، بعد شنو اللي بتطلبونه؟ ما اسمعك. جيكس عطوه يستاهل سيلفي. ها والله قاعد تخيل الموقف بس. آسف، تفضل ناخذ سيلفي، تفضل. تعرفون شنو السيلفي صح؟ تاخذ صورة انت ومعك واحد بالكاميرا فياخذ السيلفي معه. ايه تفضل. طبعا يصور معه، ده لحظة تاريخية ان هو يتصور معه، مهمة جدا. حاجة تانية، اذا هو عنده مشروع مهمة او حاجة مهمة ونسي يوصلها، احسن وقت يوصل وقت ده. حلو صح. ليش لا، بالعكس احنا شوف بقول لك شيء صح كلامه، ترى بغض النظر عن يعني الامور هذه، لكن احنا نتكلم لما كل واحد فينا عنده حلم يقول اخ يا ليت فلان معاي واعطيه مشروعي ويوافق عليه، ما تصير في خاطركم هالاسئله؟ او ما يجي في بالك هالشيء انه يا ليت فلان اخ لو اعطي طلباتي كلها؟ ليش؟ لحظة فيها يعني. ليش؟ تمسك الشخصية كبيرة وتقابلها. بس الأكل في برنامج صار إذا قابلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فجدا صعبة، بتقول إيش تتكلم، راح يجمعك أجمل الحديث، راح تنتهي اللحظة، فجدا صعب بالنسبة لي. الله يجمع فيه إن شاء الله يا ربي في الجنة، ونكون إن شاء الله معه. الفرصة والاستعداد يكونان الحظ. الفرصة والاستعداد يكونان الحظ. إذا أنت كنت مع شخصية مشهورة تحلم طول حياتك أنك أنت تقابل هالشخصية ويكون معك وصارت الفرصة ذي، ومش مستعد، ترجع تقول أخ يا ليتني لو، أخ يا ليتني لو، صح ولا لا؟ بقول لكم قصة. كنت في مرة من المرات، هاي الكلام تقريبا من 6 سنوات، فكنت مديون وعلي ديون وايد، واتخذت قرارات وايد غلط في حياتي، والديون غرقان أنا فيها. فجاني واحد، كنت قاعد معه، قاعد أقول له يا أخي أبي أبني بيتي وما أدري شنو، وأبي أصغره لأن أنا ما عندي إمكانية إني أسوي البيت وما عندي فلوس. وقال لي ليش يعني أنت توك شباب؟ قلت له والله يا أخي غلط غلطة وصارت لي ديون، وكان في رمضان سنة 2009، ما أنسى هالوقت ولا أنسى التاريخ ولا أنسى الشخص. فقام فتح دفتر التشيكات وأنا قاعد أتكلم معه، كتب لي تشيك. كم الدين عليه؟ قلت له والله علي تقريبا 1,700,000. كتب 1,700,000. ما ادري انا قاعد يكتب لي اصلا، شفته قلت يمكن مشغول يعني انا في مكتبه اصلا. وشق لي الورقه يقول لي هاك روح سدد ديونك، روح سدد ديونك. بعطيكم عنوانه. بس الاخ مين هذا؟ ايش رايكم؟
موقف صار لي وصار وكان بينهي كل أزمتي في حياتي. أنا ما بقول قبلته ولا لا الحين، بقول لكم بعد شوي إيش صار. بس أنتوا لو كنتوا في هالموقف الحين إيش بتسوون؟ مو تبون تقابلون شخص معروف في حياتكم، تبون تطلبون منه أشياء وتبون. صعب اذا كان عمل او في انت رد هيك مقابل هاي شغلك على حسب الشغل. ابشرك بدون مقابل، والريال شافني اول مره في حياته ما يعرفني ولا اعرفه، كانت مقابله واحده وبعدها ما قابلته بعد. يعني عشان ابشرك انه صار يعني، فما يبي مقابل ولا اي شيء. لو انت في هالموقف ايش كنت بتسوي؟ مليون و700 مليون بنت ليين يخت شقة في اللولاء. مهمة جدا أنا عايزة أقولها ووضحها، إن الشخص لو ما قدرش هو يحل أزمته بنفسه ما حدش في الدنيا هيقدر يحل له أزمته. بس والله تحلني مليون و700. بقول لك شيء، أنا مديون ويحق لي الزكاة، هو كان يطلع زكاته، طلع الشيك وحطه قدامي وقال لي روح الحين سدد ديونك. ايش رايك؟ هاي صار لي هالشيء. انا بالنسبه لي اشكر الله وما اصلي ركعتين، شكرا لله على هذا الموضوع. انت يا اخي بقول لك شيء، انت وينك من زمان؟ مزحة تتبناني؟ تعلمني شوي؟ علمني يا أخي، جزاك الله خير يا أخي، والله يا ريتك معلمني هالشيء من زمان. للأسف ما سويت اللي قلت لي عليه، راحت الفرصة علي للأسف. الله يعوضك إن شاء الله خير. المهم لأني ما كنت مستعد فرفضت وقلت له لا ما أبي ورحت. وفعلا الحمد لله حطيت لي خطة، وكان في شيء كبير صار في حياتي فغيرت حياتي كاملة. حطيت لي خطة غيرت كل شيء في حياتي، ومن ضمنها الحمد لله أني سددت كل الديون اللي علي، وهاي الشيء سويته بنفسي بدون مساعدته. لكن انسأل الوليد بن طلال في مقابلة تلفزيونية، فقالوا له، قالت له المذيعة، قالت له أنت شلون صرت مليونير؟ شو تتوقعون رد؟ طلع لها دفتر الشيكات وقام قال لها تطلع معنا فلوسي تبي تصيري مليونيرة؟ قالت له ايش قاعد تسوي يعني؟ قام كتب ايش اسمك انت الكامل، كتب اسمها وحط تاريخ اليوم، كم تبين؟ استحت. قالت له لا 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 ما ابي شيء. فقام شق الشيك وقام قال انا ما ضيعت ولا فرصة في حياتي، هالشكل صرت مليونير. يعني هذه نقطة تحول. لا 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 لا، أنا استغل الفرص. أنا قاعد أقول لك شلون استغلال الفرصة. هاي مو معناته إن أنا لين اليوم لو تكرر لي الموقف راح أرفض، لأسباب عندي في نفسي. لا تصدق النقطة تحول إنك أنت بديت تخطط. أنا خططت، واللي حاب في دورة أنا طرحتها من فترة كيف تجعل من شيء معين تغيير نقطة تغيير في حياتك، طرحتها في رمضان. كيف تجعل من رمضان نقطة تغيير في حياتك؟ إن شاء الله راح أطرحها الفترة الجاية. إذا تبون تعرفون شلون أنا غيرت حياتي بعلمكم إن شاء الله في دورات ثانية، مش في هالدورة. بس أنا قاعد أقول لكم مثال، المثال هاي لهدف، قاعد أشرح لكم إيش هو الفرصة وإيش هي الحظ وشلون يصير بدون استعداد. أوكي، في حد كان رفع يده صح؟ تفضل. أكثر قلت هو لما جاءت الفرصة يعني وقع شيء، يعني شلون وقع شيء؟ هو ربما عشان في الحديث اللهم بعد صح. هو كريم، هو الانسان هذا انسان كريم وخير، واللي يبي عنوان يدفع لي. فعموما صح كلامك، بالعكس هو جزاه الله خير، يعني اللي سواه مش غلط. ولو اي حد كان ماخذ منه المبلغ وراح وصرفه وحدد حياته راح يقول لك انا جاوبت نفس الجواب اللي قالته الاخت، انا جاوبته بهالجواب، قلت له عطني فرصه اني انا بنفسي اصحح اخطائي اللي انا ارتكبتها وغيرت حياتي، وفعلا صححت الأمور هاي كلها بدون ما أخذ منها ولا شيء. فصارت في قصة، صار هاي الموضوع اسمه قصة.
واليوم إن شاء الله بعد شوي راح أتكلم عن موضوع كيف أنت كمحاضر أو كقائد تأثر على الآخرين، وأقوى طريقة تأثير أنك تشوف شيء صار في حياتك وتحوله لقصة. حسب دراسة نشرتها هارفارد، هارفارد هي أقوى جامعة في العالم في القيادة وتعلم الناس على القيادة والتأثير على الآخرين، واحدة من أفضل الطرق أنك تقول حق الشخص اللي قدامك قصة حقيقية. مستحيل واحد منكم الحين يكون مش مركز معي ولا ثانية، مستحيل 100% معي. ليش؟ لأن في قصة. فكونك تبي توقف وتحاضر حق الناس، حاول تطلع قصص. وبتكلم عن الاستشهادات لأن هاي أكثر شيء يشد الشخص اللي قدامك، وبتكلم شون نسوي قصة. تفضل. عندي سؤال. تفضل. إن شاء الله صار بيان سنة طافت واحد من المسؤولين طلب مني أن أكون مرافق معه بس أهم شغلي أن أخذ إجازة من شغلي. كانت عندي مشكلة في شغلي أن شلون إجازة أطلب من المسؤول الإجازة. اللي صار أنه شغل طلب مني أن أكون مرافق معه السفر للكويت وكل إدارة معه هنا هنا كانت كل رمضان السفر. لأن في خصم راتب إذا أخذت الإجازة هذه، أخذها بإجازة بدون يعني. هو مش في الدوام معك؟ لا لا. زين أوكي. وتوكلت على الله أخذتها. زين. رحت هنا وكنت متخوف يعني أساسا لأن في خصومات في الأيام اللي راح أغيبني. رحت الكويت طلع الحمد لله بدأت ينتهي وفي من في في فترة البطولة صارت عنده مشكلة في المدربين. طلب مني أكون مدرب بعد في المباراة هذه، وصرت مدرب ومن حسن الحظ إن فزت المباراة. ما شاء الله. أخذنا مكافأة فوز على المباراة. يعني هذه الأشياء كلها صارت يعني بدون أي تخطيط، بس كانت مجرد إن صارت لك فرصة وكان أصلاً مستعد. لأنه كان مستعد وجاته فرصة فصار عند الحظ وخذ المركز الأول وصار موضوع قصة ينقال لنا اليوم. حسنا تمر علينا فرص ما نكون مستعدين لها بتمر يعني. وهاي بيخلينا أسألك سؤال مو بنتي بس كلنا، كم فرصة ضاعت في حياتنا؟ كم لحظة جاتنا في حياتنا لأن ما كنا مستعدين لها ضاعت؟ كم مرة في حياتنا كانت عندنا فرص أخ لو إن استغليناها صح وما تتكرر، أخ لو الوقت ينعاد